امي كانت الله يسامحها ايش ملخة يهفا، كانت تتعلم هلبة تطرز وسرقت نتساريم كل خدمة اللي هي خدمة يقولوا من الاختيار نيلا تزيلو ما حبست لا تضم الحوش لا اخبط لا منشوم دبار، تحط البراد على النار في اللوطة، كانت سبيريتيرا حطوا سبيريتيرا في اللوطة وعليها البراد وتقعد على الشتيح سرقت بعوصات بريم وكاخ عفر لها يوم بهباء. حبت الناس من قلبها، الناس الكل لو حشو بتمي لو هبا شي لو ما كانتش تسرق له افي لو حوتي بطحلا بحوتي لا حوفيشت استلدي لها ولد عملت لها مرغان يا ماشي دخلك فيها تقولي مش عيب تحبني معليش تقدر فيا حتى انا نقدرها. ديرت مونوت بالبايتي وهذا ودير المسقور وتعطيهم تمونوت متنا يا يلا اللي برخاف بميت بيوم شي نفترا مشاب كامل دي استعر عليها بعد كل حاجه اللي تنصار يقول كي عزيز يمشي على الموضه على الموضه المسلات هي ما لو مكبلين دبر كاين دبر كذا يا بويا شي العار تحمس لي شي العار لبست حتى صايت تقعد شي العار لا يا بويا المراه تلبس سروال يا عمرها صارت المراه تلبس سروال اني لو اكزيم لخ كيف تزوجت معاه ازخته جات قالت لي شاوا يا مرت خويا ما كنتش نلبس سروال كيف كنت رباكا ما كنتش نلبس سروال قالت لي يا مرت خويا لبسي سروال وتري الزين عليك بحورات صغيره قلت لها يا بويا انا عمري ما لبست بويا ما يخلينيش قالت لي بوك تو ما عادش يحكم فيك تو عندك راجل يحكم فيك مشيت شريت سروال فرحانه بروحي وجيت لبسته وتونيك عليه وحننزل الحوش بويا نهار شبات حننزل من هنايا جارتي طلعت مازال توف مازال توف قلت لها شاوا علي شاوا مازال توف دادي كنا نقولوا لا دادي علي شاوا مازال توف قالت لي لبستي سروال على اسكي مسلتية لو يعني رقاله يعني تلبس سروال المرأة تلبس سروال ماش جوا هادي المرأة تلقى ربع كمام طوال هذا لبس من زمان تو بيت مدينه الكل يا بابا وين دبر كازي جيران جيران كانوا يضب حياة قال تعالي فتح حياة تعالي نفطروي دير قاع صيدها يا دير حساء يا دير مكرونة وتفطر يا وجرتها وكانت ما جرتها يضبحوا عليها قام كان يفطروا مع بعضهم ويشربوا الشاي تقول لها تو كملنا شربنا هذا قوموا نديروا الغداء نتاع الراجل تواجي من الخدمة ومي بابيتوت ومرخلوت فيزي حتى يجي الراجل كل واحدة تجري المطبخ نتاعها باش طيب لراجلها افال كان روقع مش كيف توي توي الدنيا الكل يجري 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 شو دابا حتى الشاي الغليظ ما عادش نديرو فيه على التلية غير على الغاز تك تك تشيك تشيك